اسمي لما، أنا من مصر وأعمل كمترجمة فورية. لغات عملي هي العربية والفرنسية والإنجليزية. أعمل في الأمم المتحدة منذ 3 سنوات. كمترجمة فورية يقوم عملي على توفير ترجمة شفهية آنية للاجتماعات التي تدور هنا في الأمم المتحدة، أي أنني واحدة من الأشخاص الذين يجلسون في المقصورة ويترجمون حتى يتسنى للمندوبين أن يستمعوا ويتحدثوا باللغات الرسمية 6 للأمم المتحدة. إذا أراد المرء أن يكون مترجماً فورياً متميزاً، فمن أهم المميزات التي ينبغي أن يتسم بها الدقة والوفاء لرسالة المتحدث. من أجل تحقيق هذا الغرض، يحتاج المترجم الفوري إلى الإعداد جيداً للاجتماعات، وهذا يعني قراءة الكثير من الوثائق ذات الصلة بالاجتماعات التي يترجمها، القراءة عن المواضيع التي يترجمها، وحتى عن المتحدثين. ويتطلب الأمر الإلمام بالكثير من المواضيع، لأننا نتطرق إلى مواضيع متعددة للغاية، منها الاقتصاد والقانون والأوضاع الجيوسياسية في هذا البلد أو ذاك، والكثير من المواضيع الأخرى. وهذا يعني أن المترجم الفوري الجيد يتسم بالفضول. داخل المقصورة ينبغي للمترجم الفوري أن يتسم بالثبات والهدوء، لأننا نواجه أحياناً أوضاعاً بالغة الصعوبة من حيث الضغط ومن حيث السرعة التي يتحدث بها المندوبون المختلفون. كذلك ينبغي أن يكون صوت المترجم واضحاً حتى يمنح الثقة لمن يستمعون إليه. علاوة على ذلك، يحتاج المترجم الفوري إلى أن يكون متعاوناً مع الزملاء، لأننا نقوم بالعمل في المقصورة كفريق واحد، وأحياناً علينا أن نكون جيدين في استخدام التكنولوجيا، لأننا نقوم في الكثير من الأحيان بأبحاث داخل المقصورة حتى يتسنى لنا توفير أدق ترجمة ممكنة. أخيراً، ينبغي للمترجم الفوري أن يتوخى القدرة على توقع ما لا يمكن توقعه. أحياناً في اجتماع حول القانون يقوم المتحدثون بالتطرق إلى مواضيع كالرياضة أو الموسيقى أو الاقتباس من نصوص دينية، وكل هذا لا ينبغي أن يؤثر في ثبات المترجم، في ثبات أعصابه. إن كان علي أن أستخدم كلمة واحدة لأصف بها عملي، فسأختار كلمة الدقة. الدقة هي السمة الأساسية التي أسعى دائماً إليها. أخيراً، أقول إن الاختلاف في اللغة والثقافة لا ينبغي أن يحول حاجزاً دون التفاهم. الاختلاف في اللغة لا ينبغي أن يقلل من عمق اللقاء والحوار، وهذا ما نسعى إلى إثباته كل يوم في عملنا كمترجمين فوريين.